دكتور فاطمة، ما زال طبعا الريف حريص على الولادة الطبيعية لآخر مدى، لكن الولادة القيصرية كترت قوي في الحضر، يعني بشكل الناس تستسهل. ازاي نقضي على الظاهرة دي؟ تشتغلوا عليها ازاي والثقافة دي؟ لا مهم نشتغل عليها ازاي، ان احنا مهم قوي ان احنا نعمل برامج توعوية. البرامج دي بنقول فيها ايه الميزات، ايه العيوب، ايه مخاطر الولادة القيصرية، ايه مخاطرها، إيه؟ وخصوصا لو هي مش محتاجيها. يعني حضرتك، انا الولاده القيصريه لما تولد كل ولادتها قيصريه، فدي اكيد هتعمل لها مشكله. في انيميا ممكن تتعرض ليها، ممكن الطفل بينزل عنده امراض كتير جدا. انا ممكن ان احنا نتجنب كل ده بالولاده الطبيعيه. ان هي تتعرض للتخدير اكتر من مره وهي مش محتاجه ده، فكل ده الحقيقه بيأثر على صحتها، خطر عليها وعلى البيبي وعلى جسمها احيانا. بالظبط ما تعرفش ترجع تاني. ايه اللي يقدر يوقف ده؟ يعني حضرتك بتقول، يعني بتهيألي الدكتورة كوثر وحضرتك قلتوا ان ده بيبقى فيه استسهال. بالظبط، هو الحال يوقفه حاجات ليه كتير. ليه مفيش مهم يكون في تشريع، واعتقد ان وزاره الصحه والنقابه شغالين على ده، انه لازم يكون في تشريع. بالزبط. لان الحال لما بنسيب الاختيار فالناس يعني قوانين هتتبعها الدكتور ما يقدرش يولد. انا هقول لحضرتك سريعا كده، الالف الذهبيه دي عباره عن اول 9 شهور من الحمل واول سنتين من الطفل. الدكتوره كانت ذكرت فعلا زي ما حضرتك قلت سؤال رائع. طب الولاده القيصريه ايه مشاكلها عن الام والطفل؟ طبعا ممكن تؤدي لنزيف، ممكن تؤدي لو احنا عملنا القيصريه يحصل مشاكل في الجرح نفسه، ممكن من كتر طبعا التخدير. نيجي للطفل، الطفل بيتولد قيصري نسبه كبيره جدا بيحتاجوا الحضانات، وطبعا وبتقلل فرصه في الرضاعه الطبيعيه كمان. بالظبط، يعني فرصه طبعا في الرضاعه الطبيعيه ممكن يحصل له تقزم، ممكن يحصل له توحد، ممكن يحصل له فقد العلاقه النفسيه ما بينه وما بين الام في اول الساعات. دي مهمه جدا جدا. طب في حته تشريعيه اللي فتحتها دكتوره، انا اسفه ليكم معلش، دكتوره فاطمه قالت انه هيبقى في قوانين، يعني بتمشي دي على الدكتور اللي بيستسهل وبره بيتعاقب. هقول لحضرتك احنا في مصر هنعالجها ازاي. احنا عندنا هيئه الرقابه والاعتماد في التامين الصحي الشامل الجديد. في الحقيقه في ستاندرد او معيار اتحط ان كل مستشفى ما تتعداش نسب بمواصفات معينه للقيصريات بدون داعي، مفيش حاجه اسمها قيصريات بدون داعي، خاصه جدا جدا. بالظبط، يعني شروط للام وللطفل والكلام ده كله. ده رقم واحد. رقم اتنين زي ما احنا بنقول كده، احنا محتاجين توعيه مجتمعيه للطبيب. طب بتعملوا ايه اللي يعملوا بقى بره الاستشفيات بقى ويولدوا تدريب القباله؟ ده مهم جدا جدا. ثواني يا دكتور، التوعيه المجتمعيه. اتفضلي. دلوقتي بنلاقي ان مراكز بير السلم بيولدوا قيصري. وبيبقوا كاتبين بالطباشير على الحيطه كده في الشارع، لا ولاده بدون قلم ولاده بدون قلم حاجات كده كتير، ب 2 جنيه ونص وحاجات كده. يعني حاجات غريبه انا اول مره اشوفها، لا ليها علاقه بتمريض ولا ليها علاقه بطب ولا ليها علاقه احنا عندنا دلوقتي فئه جديده من ضمن المبادره اسمها الفاميلي كونسلر او المثقف الصحي، المثقفه او المثقف الصحي، او استشاري يعني، او استشاري. بالظبط كده، بيعمل توعيه مجتمعيه زي ما احنا قلنا للام، فوائد الولاده الطبيعيه ليكي وللطفل. ومجرد ما الام تعرف ان ابنها هيتاذي نتيجه الولاده القيصريه على طول بتبدا تغير الفكر بتاعها. طيب انا بس من غير اقطع كلامك، عشان في سؤال اتكرر كتير قوي على اللايف بيقول هل التكليف التمريض هيتلغي؟ لا مش هتلغي. لا لا لا، اولا التكليف، اولا احنا عندنا على مستوى العالم 12 مليون عجز. على مستوى مصر لو احنا حسبناها بمنظومه التامين الصحي الشامل 20-30 في مصر كلها، انا محتاجه من 50-75 ألف. كان حصل لقاءات واجتماعات مع لجنه التكليف برئاسه معالي الوزير، وقال ان التكليف حسب احتياج، وفي بعض الفئات مش يعني مش لازم انا اذكرها فيها عدد زياده، بس مش التمريض. وفعلا لو مش محتاجينها خلاص مش هتتكلف. 2025 ده الوقت، الفرصه اللي مديها معالي الوزير عشان توفيق الاوضاع لبعض هذه المهن. لكن التمريض احنا عندنا عجز، مازال في احتياج شديد للتمريض في مصر.